أولا إننا نحبكم في الله يا شيخ، والسؤال هو جزاكم الله خير، هو هل للزوجة لأم الزوج حق على الزوجة؟ لا، أم الزوج ليس لها حق على الزوجة، لكن من المعروف والإحسان وأن هذا يوجب مودة زوجته أن تراعيها في مصالحها وتقدمها في الأمر اليسير، وإذا صباح صبح صباح الخير يا فلانة أم يا أم فلان، ولا يا خالتي ما يخالف، وهذا طيب. أما وجوب لا، لأن المعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة.